سوا الدراري دابا باش حيت دابا اليوم المهم راه اليوم السبت بالليل ياك حتى انا غادي نصور هذا البلان هذا جيت باش ناخذ الورد هو الاولاني جيت عند هذا الساط هذا ناخذ عنده دابا داكشي اللي قدنا ديال الورد وباش نمشيو المهم هذا الاختصار هذا لكم باش ندوزها في الفلوق بيصا تعرفوا منين جبت الورد بيس ليكم السلام عليكم صافي خوتي خواتاتي معكم في فيديو جديد نهار جديد او فلوغ جديد هذا الفلوغ ديال هذا النهار هذا غيكون مختلف كل اختلاف صراحه هذه الفكره هذه كنحطها انا وعلي بولي غادي نصورها صدق علي عنده واحد خرج لي واحد البلان من الجن ما قدش يجي غادي نصورها اليوم انا وواحد الشخص غتكتشفوا معايا واحد شويه هو اللي شاد الكاميرا كنخدم ليه التحيه مننا المهم غادي تلقاو لاشين ديال علي بو في ديسكريبسيون هي وديال الدري اللي شاد ديال الكاميرا اللي غادي تكتشفوا من معايا من دابا واحد شويه الكونسيبت ما فيه غادي نمشي غادي نتلاقى مع ناس في الزنقه انا نهضر معاهم نسولو اشنو اليوم غادي يقول اليوم عيد الام انا نهضر مع واحد شويه واش كيبغي ماما كدا كدا نسولو يقول لها شي كلمه في الكاميرا من بعد غنعطي واحد الكادو غيدي ليها هذا الكادو تكتشفوا معنا حتى هو في الفيديو خليكم معنا كاملين نمشيو ناخذ الورد هو الاول بيس ليكم سوا الدراري المهم الورد خديناه دابا حنا في سوق الحج جينا خدينا واحد الغرض بالخف غادي نمشيو دابا نقلبوا على الناس اللي غادي نعطيهم هذا اللي غيوصلوا لديرهم المهم باش نكمل لكم واحد البلان الا جاب الله فاش غادي نعطي الورد لشي واحد غادي نقول له فاش غادي تعطيها لوالدتك حاول دير ستوري وطاقيني فيه في الانستغرام وهذوك اللي غيطاقوني كاملين في الانستغرام غنجمع ومستعد الناس فهمتي غنجمع هذوك الناس اللي غيطاقوني في الانستغرام غندير لهم فيديو ديالهم بوحدو غنلحهم من مورا هذا الفيديو المهم بيس ليكم تبعونا دابا باش نشوفوا شكون هذا اللي غياخذ اول جائزه يا خوتي خواتاتي المهم حنا كندورو دابا في سوق الحد وانا نتلاقى مع واحد الساط هنا المهم بروفوزينا عليه الفكره قبل اكسبتها بينا ندويو مع واحد شويه وغادي نسولو على الوالده ديالو واشنو هما الحوايج اللي كيعجبوه في الوالده ديالو وشنو هما الحوايج اللي ما كيعجبوش في الوالده ديالو وفي الاخر غنعطيو البلان اللي قلت لكم باش تشوفوا شنو كاين المهم اول سؤال غادي نسولك اخويا اشنو هي بالنسبه ليك الوالده ديالك شنو هي الوالده ديالك بالنسبه ليك بالنسبه للوالده زعما ما يمكنش توصفها في كلمه واحده المهم خذ راحتك الوالده هي كلشي يعني منها هي اللي كتهز لك تما الشقه ديال الدار هي اللي كضحي على ودك ما يمكنش انك توصفها كل واحد ما يمكنش اشنو تبغي تقول الوالده ديالك دابا انت في الفيديو قولها لها وكتشوف فيها وقولها لها الوالده ديالي زعما الله يخليك ليا وربي يحفظك ليا وانت والوالد ان شاء الله وهذا ما كان الله يرزقهم شي حجه ياك امين المهم انا نعطيك واحد البلان ملي تكون داخل الدار دير ليها معك صافي الله يحفظك هاك بلان نعطيك شي واحده اخرى هاك هادي صافي و هاي ديري هادي شكرا ملي تكون باغي تعطيها ليها لا الله تصور الدراري اكثر من ساعه وصرف وانا كندور انا وعزيز المهم هو بعدا باش تكونوا عارفين جلالي راه غادي تلقاو لاشين ديالهم في الديسكريبسيون تصوروا معايا اكثر من ساعه وانا كندور وخلي واحد البلان داك الورد اللي شريت نص ديالو تشتت ليا المهم ما بقاش هذا بقاو لينا غير جوج المهم المهم شريت ستة زيد عليهم أربعة ديال البان المهم بقاو لي دابا غير جوج خصني عاود نمشي نشري وحدين أخرين المهم خصني حيد هاد جوج هما الأولين المهم نشوفو لما نعطيوهم هما الأول عاد نمشيو نشوفو نشري دوك الأخرين نشوف شي بلاصة إلا لقيتها هنا في سوق الحد غالبا واقيلا كيكونو هنا نشوف إلا لقيتها هنا غادي ناخذها هنا ما لقيتوش نشوف شي بلاصة أخرى المهم منين غادي نجيبهم على الأقل نفرقوا غير واحد ستة على الأقل ولا سبعة ولا سميتو المهم ما عليناش بيس لكم كامل سوا الدراري المهم تلاقينا شخص ثاني واحد الدري تاهو لقينا يلاه فايق المهم غيمشي يجيب الفطور ديالو للمالين الدار وغيمشي يجيب الفطور ديالو للمالين الدار وغادي نسولو شي أسئلة تاهو على الوالدة ديالو ومن بعد غادي نعطيو الوردة باش يديها مع الوالدة ديالو المهم غادي نسولك أخويا أشنا هي الوالدة بالنسبة لك؟ الوالدة هي كلشي في الحياة الوالدة هي غترضي عليك أي حاجة راه غتيسر غتشد لك الطريق أي حاجة بالنسبة لك إلا ما كانش الوالدة شنو ما كاينش؟ ما كاينش كلشي في هذه الحياة أشنو تبغي تقول الوالدة ديالك في الكاميرا؟ كنبغيك بزاف وكل شيء ارضي عنا الوالده هذا هو كل شيء المهم خويا هاد الورده تديها ليها ياك حتى هو الورده ديالي يديها لماما سوا خليكم معنا السلام عليكم صافا مزيان مزيان اوفور عرفتي شحال اليوم في الشهر ياك؟ 8 في الشهر شنو كاين؟ عيد المرأة عيد الأم ياك عيد الام اليوم 8 مارس عيد الام انت عندك الوالده ديالك الله يخليها لك قول لها شي كلمه
شنو قول لي هذا باش كلمه انا اللي اقولها لي انا سعيد جي لعيد الام سعيد جبتي لها كادو هذا جبتي لها كادو هذه تعطيها هذه ديالي على شيء لا لا فابور انا كندير فيديو في يوتيوب سميتو ديالي صافي صافي سوا الدراري تلاقيت مع واحد صديق هنا ولكن لسوء الحظ الوالده ديالو ما كانش معايا في اكادير بابا ديالي ساكن في اكادير وقرر يدوز لنا واحد ديكاس الوالده ديالو هنا بيقول واحد الكلمه غيدوز لنا ديكاس وغادي نمشيو ها هو ندوزو لكم ضرب السلام عليكم خويا سيدي لاباس عليكم الرساله اللي بغيت نوجهها للوالده ديالي يعني شي حاجه مع الوالده اللي كبرتنا وهي كتقاتل باش نكونوا في افضل الحالة ديالنا بغيت نقول لها انا كنبغيك بزاف و كنتمنى نوصل داكشي اللي كتمنى تشوفي فيا ونحقق لك داكشي اللي قلتها ان شاء الله هادشي اللي كان شكرا بزاف خويا الله يحفظك تحياتي نهارك مبروك السلام عليكم توا الدراري من بعد ما سلم على الدراري لقينا واحد البنت اخرى تاهي قالت انا جات دوز نهار ديالها بخير وعلى خير دوز الويكاند المهم تاهي بغات دوز معنا واحد ديكاس الوالده ديالها ولكن هي غادي تدي هاد المره الكادو للوالده ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم وغتسال عليا الدراري بعدا نوريوها لكم السؤال اللي غادي نسولك الاولاني اشنا هي الام بالنسبه لي الام هي كلشي بالنسبه لي هي الحياه هي الدنيا هي كلشي ما نقدرش نعيش بلاها ولا جبلا ما كاينش الام يعني جبلا ما كاينش الام يعني تحاول تعيش مع داك الشيء وصافي واش بغيتي تقولي للناس اللي ما عندهمش ما واجههم نقول لهم صعيب بزاف صعيبه واخا دوزي شي ديكاس الوالده تاعك كنبغيك بزاف وماما الله يخليك لي انت هي حياتي وكلشي الله يخليك الله يخليها لك وغادي تاخذي معنا دابا واحد الجائزه اللي هي هذه غادي تديها لماما تقول لها ماما عافي ماما ازاي هادشي اللي كاين شكرا بزاف الله يحفظك ميرسي بزاف سوا الدراري بقات لينا هذه يديها للكاميرامان الوالده ديالو وما يفكرش الوالده ديالو الله يحفظك المهم الدراري بالرجوله ما تنساوش الدراري تهبطوا عندو الله ديسكريبسيون لاشين ديالو دعموا قولوا جينا من عند لوزالو زادور شمانيزان دري المهم هذا بعدا باش نقول لكم راه فوتوغرافر طالع واعر ان شاء الله ولد قادر باقي صغير كيبدا من والو دخلوا عنده لاشين ديالو كيعلم كيفاش ديروا المونتاج بالتصاور ديال كيفاش تمونطيو التصاور ديالكم غير بالتليفون وباش كيفاش تقادوا بزاف د الحوايج المهم ما تنساوش دخلوا عنده لاشين خليكم معنا حتى نوصلوا للدار نكملوا الهضره احنا رجعنا لكم الدراري في الدار المهم ما عليناش جينا نهضروا على الوالده صراحه الوالده راه هي منبع الحنان الوالده منبع الصدق الوالده منبع الرحمه الوالده منبع اي حاجه زوينه في هذه الحياه هذه الوالده هي اكثر حاجه تقدر تخدم عليها في هذه الحياه باش توصل انت لواحد النيفو اللي بغاتيها تشوفك فيه الوالده هي اللي خصك دير اي حاجه على قبلها يعني اصلا هي دارت كل شيء على قبلك وانت مازال ما درتي حتى واحد جزء صغير في المية من داك الشيء اللي دارت واش نقول لكم الله يسمح لينا من الوالدين الوالده صراحه بالضبط حنا كنهضروا عليهم بجوج الوالدين بجوج الله يخليهم لينا غير الوالده شويه كتكون ضحات ولكن حتى الوالد ما نساوه حتى هو كيكون ضحى حيت علاش كيكون هو اللي كيضرب تمر على برا هو اللي كيشوف المعاناه ديال الحياه هو اللي كيشوف بزاف الحوايج اخرين الوالده هي كتبقى في الدار كتخدم في الدار كتهزك في كاشات اشهر في حضن ديالها عامين كترضع كتسهر معاك الليالي بزاف الحوايج ولكن حتى الوالد ما نساوش الخير ديالو حيت الا كانت الوالده هي الشجره باش كتخرج راه الوالد هو التراب فاش مغروسه ديك الشجره الاب هو التراب فاش كتكون مغروسه ديك الشجره الاخوان المهم ما عليناش الوالدين الله يخليهم لينا بجوج الله يسمح لينا من الوالدين هذا الفيديو هذا كان واحد الفيديو خفيف ظريف بالنسبه لعيد الام كتقدير لعيد الام المهم ما عليناش حنا راه رجال الحمد لله والله يخلي لينا والدينا كنشكر كاع الناس اللي دازوا معايا في لا فيديو وكنشكرهم كاع كلهم واحد بواحد كنقدم لهم جزيل الشكر من هذا المنبر هذا كنشكركم بزاف واخا وقعوا لي بزاف المشاكل صراحه في التصوير هذا النهار هذا ولكن ماشي مشكله الاخوان عادي جدا داكشي ماشي مشكل ما يوقفش في الطريق حتى قلت واحد الوقت غنحبس التصوير وما غنصور باقي والو وقلت لا غادي نمشي نصور وكنخدم تحيه لخويا علي من هنا علاش انا ويا اللي اصلا كنا بينا نديروا هذا الفيديو هذا غير هو خرجوا لي بعض المشاكل المهم بين قوسين الله يدير لي فيها الخير الجميع شنو نقول لكم الوالده ديالي بعدا خصني نقول لها واحد الهضره الوالده راني كنحماق عليك وكنبغيك وكنتسطى عليك بزاف 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 والله يخليك ليا والله يطول لينا في عمرك وحتى الوالد حتى هو الله يطول ليه في عمرو راه انا كنحماق عليك الوالد وكنبغيك بزاف بزاف راكم بجوجكم نتوما هما كلشي في حياتي الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا المهم الاخوان طلعوا في والديكم
كي الوالد كي الوالده بجوج خصكم تهلاو فيهم، شدوا ليهم الخاطر، شدوا بيديهم كيما هما شدوا بيديك ملي كنتي باقي صغير وما كدير لا والو. المهم الدراري تهلاو ليها في الوالدين ديالكم كاملين. سير عند الوالدين ديالك كل نهار بوس من فوق الراس وسمعهم وقول لهم انا كنبغيكم، ريح معاهم خليهم يحسوا داك الحب اللي نتا كتوجه لهم. حيت شي مرات صراحه حنا كنقصروا من جهه والدينا الاخوان، جيو من الاخر كاملين دراري وعارفين راسنا كي دايرين، كاملين شباب المهم عارفين شنو كنديروا. شي مرات كنقصروا. الا كنتي كتبغي الوالدين ديالك سير عندو بوس فوق راسو قلت سمعاه دي وجيبو في الهضره وقول لي كنبغيك الوالد كنبغيك الوالده وبوسها وعندك. حيت ماشي مشكل الله كاع ما دارش معاك شي رياكسيون اللي زوينه ولا شي حاجه، ماشي مشكل ديرها اليوم وديرها غدا وديرها غدا، غادي تكون واحد رياكسيون زوينه وغادي تحسوا بانك راه بصح كتعطيه واحد القيمه وكتعطيه داك تنجي كتعطي واحد الحنان ديالك، يحس بولدو راه كيبغيك، يحس بولدو راه كيجلس معاه. ماشي انت كتجي النهار كامل وانت حاجي وجهك في التليفون، نهار كامل وانت في البيسي، نهار كامل وانت خارج ولا شي، اوما دخلتي فواحد ساعه للدار ولا ساعتين صافي دخلتي للدار عطيها لوالديك هذيك ساعتين ولا علاش دخلتي للدار عطيها لوالديك وقرايتك وداك الشيء الاخر. المهم الدراري ما تنساوش الله صلاتكم والديكم والسبور والحياه راه زوينه ودير داك الشيء اللي كتبغي راه غتوصل فين بغيتي. بيس ليكم كاملين، السلام عليكم.